أنا بس حابب إني أعمل جولة سريعة في المحل بتاع بيع الكتب، عشان الناس تشوف. يعني بقضي معظم وقت فراغي هنا. هما شوية والمحل هيقفل، والنهاردة الحد بيقفلوا بدري شوية. اتكلمنا في الموضوع ده الأسبوع اللي فات. هنا ده الجزء بيبقى فيه تخفيض زيادة، بيبقى الكتب يعني ما بتتباعش، أو يعني بقى لمدة على الرف فبيخفضوها. لو يعني بتبتدي ب 598، إنما في بيبقى مثلا بنشوف في 1498، في 998. وللأسف معظم المحل اتملى، يعني كان كمية الكتب كانت بتبقى أكتر. دلوقتي بقى لعب وهاري بوتر والترابيزات كلها عليها ألعاب. دي بس كانت جولة سريعة عشان تشوفوا المحل. هو محل جميل والقعدة فيه حلوة، ودايما يعني الناس، معظم الناس اللي بتيجي هنا أجانب، يعني روس، بوسنويين، عرب. وشوفكم على خير، تصبحوا على خير. باي.